السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم معنا واحد الاخت جزائريه اللي تضحك عليها من طرف سمساره جزائريه. المهم هي تحكي لكم قصتها وكيفاش احتاجت لتركيا، وميم طون غادي تنصح البنات اللي مقبلين على الزواج او اللي كيتيقوا في صحاباتهم ها كيفاش كيتنصب عليهم هنايا في تركيا. بون السلام عليكم. انا يا عندي ميم با عام اللي خرجت. كاينين ناس خاصة النساء راهم ما يخافوش اخر ربي يتاجروا ببنات بلادهم عادي جدا. تجي اخر تقول لك راجل وما خصوش وعنده الاخر وعنده التاويل يدير لك كذا، يدير لك ماشي بحال الجزائري ولا ماشي بحال المغربي وتعيشي في اخر بلاصه كذا كذا. هذا كل شيء كذب في كذب. هذه الحاجه الاخر الاولى. الحاجه اخر ثانيه، الا خلقيتي كيما قالت لك تلقاي الراجل فيه اخر ديفو. هنا نمد نصيحه ترارك لهنا اخر رجال، يعني باش يدي وحده اجنبيه يعني فيه خلل، يعني ما هوش خدام او ما عندوش الامكانيات انه باش يفتح بيت، يعني راهو قادر على مسؤولية او عنده خلل نفسي او الاخر عقلي، يعني كاين شي الاخر حاجة باش التركيات لهنا ما راهمش قابلين بيهم. وكيفاش هاد السمسارة هادي قنعات كأنك تجي لتركيا؟ شوفي، هي لهنا هما ما يروحوش للبنات اللي تلقاها يعني السيتياسيون تاعها مليحة ولا زعما عايشة مع ولي خلديها لاباس، يخيروا هذيك الفئة اللي راهي مهمشة في المجتمع، يعني هذيك اللي يتيمة ولا والديها ميتين ولا عندها ظروف في الدار ولا زعما راهي باغية غير باغا تخرج من البلاد وصافي وباغا تبدل السيتياسيون. تعرف لك البوان فابل تاعك في البلاد تطاكي هارك. انا مثلا عندي كانت عندي شويه خلل، يعني مشاكل في مع الاهل تاعي ومع اللاج، اي قاعده غير تقول لي ولقيتي الراجل يدير لك كيما هاك وعلى الاخر اضمانتي يصلي يصوم كذا كذا، واش الاخر خصك كيما هاك وبالك انت راهو مكتوبك تغسل لك مخك. انا خاصه يعني كنت بشهادتي بالماستر خدامه لاباس قاريه، ما عرفتش قاريه واه ما عرفتش واش لي يعني تحسب حاجه كاينه. بالكو بالكو بالكو، الا حبيتي تجي الاخر لهنا تريسكي خيريه انت، ما خيرتيهش انتي، ما تعرفيش انتي، ما تجيش. الى تحتمت عليك ما تجيش خر وحدك، جيبي معك اهلك. ملي جيتي ولقيتي داك السيد ماشي هو نفس داك المواصفات اللي كانت وصفات لك هي في الاول، ماشي نفس الشكل اللي كنتي دايره في راسك غادي تعيشي، يعني ديك انا كذبت عليا على البلاصه، على السيتياسيون فينونسيال تاعو، كذبت عليك حتى على البلاصه اللي غتسكني فيه معاك. واه كانت خر قالت لي جوغ تاع تقعدي في الضيعه، ابخي تاع عنده دار كذا فيها جوغ تحسي لها جوغ. انا يا بعد ما سالت الحكايه وكل شيء وقاعده مع الاخر راسي باش تكاكيت انه كانت غير تكذب عليا، مره تقول لي كلام مره اخر كلام. وبزاف هنايا بناتي يجوا خايفات، جوغ نجو دايرين الثقه فيها برك، هي تغسل لك مخك دير دونك، واش تقول لك راكي راح تامنيها وهما ما راهمش صافيات معك. التراكا يقولوا لهم كلام وحنا لينا يقولوا لنا كلام. ونقطه مهمه ثاني، التراكا علاش ماشي ملح مع الاجنبيات؟ هما دايرين في بالهم حنا رانا عارفين كي نجوا لهنا، رانا عارفين واش راهم السيتياسيون ديالهم، راهم عارفين اي بلد عارفه بلي راه تعيشي مع عائلته ولا تاع ماهوش خدام ولا تاع ما عندوش طوموبيل ولا مين نجو الاخر لهنا يستصغرونا تاع كيفاش قبلتي لهنا. اي دونك تاع راهو يزيد يهينك ولا يزيد يعني يزيد يحقرك هكذا. وحنا هما ما راهمش عارفين باللي اصطدمنا بالاخر الواقع، تلقايه زعما هما ما عندوش دار، الدار ما راهوش بالاخر اسم تاعو، ما عندوش خدمه، تلقايه ممكن مطلق ديجا وعنده ولاد، تلقايها بالك عنده خلل نفسي يدير حاجه ماشي خو نورمال، تلقاي الاخر حاجه هادي اللي ما تلقاش فيه، تلقاه ما راهوش يصوم ما راهوش يصلي، يعني فيه كاين بزاف حاجات.
وملي واجهتيها وقلتي لها هذيك العيشه اللي كنتي صبري صبري وكامل تراكا كيما هاك وكامل رانا نعانيو كيما هاك وهذا كذب في كذب. لا ما كاش خير كامل منها. دوك انا مانيش قلت كامل تراكا ماشي ملاح ولا هاد بصح سماسره قد ما تقدروا ايفيتيو. انت شخصيا ملي وقع لك المشكل حسيتي براسك باللي راكي ضايعه هنا ما راه عندك حد ما قدت ديري حتى حاجه بلاد ما عارفه لغه ما عندك فين تمشي ما عندك كيفاش مشيتي كتحسي ولا باش حسيتي؟ والله يعني حسيت روحي مخنوقه لهنا تحسي روحك راكي منقطع على كاع العالم سختو جو مام هذيك لي جو انا كنت دايره فيها ثقه مام الاهل تاعي كانوا دايرين فيها ثقه وهي تغسل لك مخك اقول لك راكي كيما الاخر بنتي وندير لك ونخرج ندير لك ملي وقعتي في المشكل وما مورفتي داك الظروف انك لا في وقت الصح جو تاع لقيتي معاهم اكثر منك تحس فيك وجو تاع لازم تسكتي وهي راه لازم تسكتي. هذا هو المشكل اللي تيوقعوا فيه البنات كاملين تيجيو تيلقاو ديك لا سيتوياسيون اللي كانوا موعدينهم بها ماشي هي هذيك تيجيو تيلقاو حاجه اخرى تيصدقوا البنات صابرين وتحت التهديد وما يقدروش يتحركوا ما يقدروا يمشيو ما يقدروا يهضروا ما يقدروا يمشيو يشكي ما يقدروا 90% من اللي يجوا لاخر لهنا عندهم مشاكل في البلاد هذه. شوف كاين الجزائريات كاين المغاربه كامل كاع عندها مشكل في البلاد يا جابها طمع يا جابتها عندها مشاكل يا كانت هاربه من هذيك زعما الظلم تاع الاهل ولا عندها الاخر حاجه هي كانت هاربه هذاك الشيء اللي راهي تهرب منه طيح الاخر فيه الاخر لهنا. بلا انا نقول ما تيقوش في السماسره حبيتي تتغربي تيقو في راسكم تيقو في روحك ايه انت يا خيري انت يا ديري زعما ما تقبليش على اي حاجه ما تقبليش على ما تقبليش لا 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 وما تجوش خر وحدكم ما تجوش خر وحدكم الا تحتبت عليكم وتجو خر وحدكم اروحوا عندكم لا لونغ عارفين ادوه معاكم دراهم ادوه معاكم كاع لي بابي سختور خر لا لونغ تاني تعرفي القوانين تسلكي خر راسك ماشي خر سهله. تمام حبيبتي شكرا بزاف والله يسهل عليك والله يكمل عليك بالخير وتبارك الله وصلى على النبي ايه في الجمال وبعقلها ما شاء الله مستوى دراسي عالي وشوفوا السمسارات راهم ماشي كيستغلوا غير الاميات او اللي مقريات او لهذا بالعكس بنات تبارك الله ما شاء الله مستوى عالي في الدراسه وهما تيعرفوا كيفاش يصيدوا الفريسه ديالهم.